من سيتسيد أبرز العناوين في هذه الليلة الجماهيرية الكبرى هنا في بركان بين البركانية ورجاء رياضي؟ حمزة الجراجي. ومن سيتولى مهمة تنفيذ غايب رباح؟ ومن يستعد لإنيا الجراجي في التنفيذ؟ وتصدي غايب رباح، غايب رباح كان خايف الكرة الماضية تصدى لضربة جزاء النادي البركانية. تصدي ويتصدي، تصدي ويتصدي لهذا الرجل.